السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبكم دكتور أسامة أبو طالب. نصايح لمرضى السكر في رمضان. أول معلومة، ما حبكش تظبط سكرك في رمضان، ظبطه قبل رمضان. تاني معلومة، في رمضان يكون السكر طول اليوم فوق 150. تالت معلومة، أول 3 أيام في رمضان بنقيس السكر عشوائي بعد السحور والساعة 12 الظهر والساعة 4 العصر. تالت معلومة، اي سكر اقل من 70 بنفطر، وبنفطر على اكل في اي وقت من اوقات اليوم حتى لو قبل المغرب بدقيقة. اي سكر اعلى من 300 بنفطر، وفي الحالة دي بنفطر على مية في اي وقت من اوقات اليوم. الفطار في الفقر حتى لو فاضل على المغرب 10 دقايق بفطر بره. مرضى الانسولين بنقلل الجرعة للتلت تقريبا، يعني لو انا باخد 40-15 هننزل لتلت هذه الجرعة، يعني مجموعهم 55، هندي تقريبا 30 وحدة موزعين مثلا سي 25-10. مرضى الاقراص يفضل ان نبعدهم عن الاقراص الطويلة المفعول زي الامارل والدوانيل اللي بجرعات كبيرة، وخصوصا لو بياخد مرتين فبنلغي جرعة السحور خالص، وبنستخدم بدلهم الأدوية المنظمة زي الجالفس والسيدوفاج والتيزيديز اللي هم الهيجليتازون واخواتهم، أو الجي ال بي 1 الأدوية الجديدة دي بتبقى كويسة جدا. مرضى الفورسيجا والجارديانز ما ينفعش نبدأهم في رمضان، يفضل ان احنا نبدأهم قبل رمضان بأسبوعين. طب لو هو المريض بتاعي اصلا ماشي عليه بيتاخده بعد الفطار على طول عشان بينزلوا ميه من الجسم، بتاخدوش مع السحور ابدا. بنوقف اي مضر للبول او على الاقل بنقلله لنص جرعته، مع العلم ان ما يكونش وظائف الكلى فيها مشاكل. لو وظائف الكلى فيها مشاكل لا، ترجع لطبيبك عشان يقول لك هنعمل ايه، هنصوم اصلا ولا لا. بنعمل سكر تراكمي في شهر شعبان او قبل كده كمان عشان نخش رمضان متظبطين، وبرجع بكرر تاني، ما حبكش تظبط سكرك في رمضان، ظبطه قبل رمضان. الالتروكسين في مرضى الغده لازم يتاخد قبل الاكل ساعه وبعد الاكل بساعتين. امن وقت تاخده فيه غالبا الساعه 12، هتكون بعدت قوي عن اللغ اللي بعد الفطار ولسه وقت السحور ما جاش. اي عقار في الفطار او في الغدا بناخده مع الفطار، اي عقار كنت بتاخده مع العشاء تاخده مع السحور. بعد اذنك، العقار في الغدا لو مكرر من عقار الفطار، الطبيب بتاعك هيضيفه للفطار او هيلغيه على حسب رؤية الطبيب بتاعك. ممنوع النوم بعد صلاة العصر، وخصوصا في اول رمضان واحنا لسه بنشوف حضرتك سكرك هيبقى ايه. ممنوع النوم بعد صلاة العصر. مرضى السكر من النوع الاول ما بيصوموش قولا واحدا، الصيام ليهم مشكلة. مرضى السكر من النوع التاني لو هم غير منضبطين قبل رمضان، او بيخشوا في غيبوبات كيتونية او غيبوبات نقص سكر اللي بنسميه بريتل دايابيتس، او عندهم اي مشاكل في المخ او في الكلى او في العينين، النصيحة الطبية ليهم ان هم يفطروا. وطبعا ده برأي الطبيب المسلم الحاذق. اولا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ورمضان كريم، وإن شاء الله ربنا يتقبل مننا. شكرا جزيلا لكم، وأحبكم دكتور أسامة أبو طالب.